فالحقيقة سوينا موسم كامل حول لون البحر التركوازي وسميناها موسم عالم تركوازي، اللي تتضمن فعاليات وأنشطة لها علاقة بالبحر والفعاليات الشاطئية، واستخدمنا فيها بعض المرافق العالمية المعايير والمستوى الموجودة عندنا، سواء كانت شاطئ يم اللي افتتحناها مؤخرا، أكوا فن اللي هي عبارة عن ألعاب مائية لجميع الأعمار، ونادي اليخوت والرياضات البحرية في البيلسان مارينا، وغيرها من المرافق صراحة اللي تعطي تجربة تفاعلية وجميلة جدا لجميع أفراد المجتمع وجميع شرائح المجتمع الموجودين عندنا كزوار وحتى ساكنين داخل المدينة الاقتصادية. ما شاء الله. نعم، احنا بصراحة للأمانة أستاذ أنس، وبما أنك أنت المدير التنفيذي لجودة الحياة، للأمانة اللي يحضر ويوصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويشوف يعني النماء والتطور والتميز اللي قاعدين تقدمونه، يعني أنتم قاعدين تسحرون بالجمال اللي قاعدين تسوونه، سواء من الفعاليات أو حتى جمال المكان. كيف شفت تفاعل الناس؟ كيف شفت توافدهم؟ برضو حين قاعدين نتكلم عن هذه الفعاليات ليست فقط لأجل الترفيه وإنما حتى الدعم للسياحة، فكيف تشوف أنت تفاعل الناس معنا سواء في المملكة أو خارج المملكة، يعني حتى في بما أنه الفيزا صارت عالمية الآن السياحة عندنا في المملكة؟ صحيح. طبعا الجواب لسؤالك من شقين. الشق الأول بسم الله عدوك، أنه الاستراتيجية العامة للمدينة الاقتصادية كانت بالتوازي وبالتزامن مع رؤية 2030 بضرورة تحفيز صراحة وتطوير صناعة الترفيه والرياضات الواعدة داخل المدن المملكة. اللي حصل إنه الحمد لله كنا نحن أحد الرواد في هذا المجال من الفترات الماضية، من السنين الماضية كان لنا باع الحمد لله طويل فيما يخص الفعاليات الفنية والأمسيات الفنية والترفيهية داخل المدينة الاقتصادية، والكثير منا سمع بالفعاليات هذه. وصراحة التوجه هو توجه إنه كيف نقدر نحن نخلق تجربة مثرية لجميع السكان وجميع الزوار. الآن أبسط الأشياء، الناس طبعا حياة المدن اليوم زحمة ويعني بولوشن عبارة عن يعني تلوث والآخر، الأشياء هذه كلها والصخب اللي موجود داخل المدن، مجرد ما الناس أو الزوار يطلعوا من مدينة جدة أو المدن الأخرى ويتجهوا لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، هذا الحال بالنسبة لهم تغيير. صحيح. فمن عند بوابة المدينة إلى ما يوصل للبحر والمرافق العامة الأخرى، دائما نعطي تجربة مختلفة عن بقية الأماكن وبقية الأنشطة. فهذا تقريبا وعدنا الأساسي لجميع الزوار، إنه راح تحصل عندنا تجربة مختلفة تماما عن جميع التجارب اللي تشوفها أنت في جميع الأنشطة الأخرى داخل المملكة، يعني خصوصا. وطبعا نحن من هناك يعني نوعيتها استاذ انس ولا مقطوع، يعني نوعيه الشيء اللي انتم قاعدين تقدمونه جوده التجربه، هذا رقم واحد. رقم اثنين جوده الفعاليات نفسها، يعني يمكن حيجي الوقت نتكلم عن الفعاليات اللي تم استضافتها داخل المدينه الاقتصاديه خلال موسم عالم تركواز، نشرح فيها اكثر انه ايش الفعاليات اللي تمت داخل المدينه وراح تستمر ان شاء الله في الايام القادمه. حلو. الى نهايه الشهر. جميل. وإحنا شفناكم أستاذ أنس وأي شخص حضر هذه الفعالية يشيد يعني بالإتقان اللي قدمتوه ما شاء الله من خلال استضافتكم لهذه الفعاليات وإقامتكم للأنشطة الترفيهية، يعني ما شاء الله كان في تنوع كبير جدا. يعني جاء الوقت أستاذ أنس أنك دخلنا في المود معكم ودخلنا في جو هذه الفعالية عالم تركوازي، إيش أبرز الأنشطة الترفيهية اللي قدمتوها للزوار والحاضرين هالفعاليات؟ الحمد لله تم زيارة أكثر من 35 ألف زائر خلال شهر من بداية موسم عالم تركوازي، بدأنا إحنا منتصف الشهر الماضي واستمرينا حتى الآن وراح نستمر حتى 31 أغسطس من الشهر هذا. طبعا كانت أغلب الفعاليات عبارة عن فعاليات شاطئية، فعاليات بحرية، وفعاليات ترفيهية وأمسيات فنية. على سبيل المثال الحصر أطلقنا بطولة عالم تركوازي لكرة الطائرة الشاطئية، كانت عدة فرق يعني تبارت أو لعبت مع بعض وتوجنا الفريق الفائز بهذه البطولة.
كانت عندنا كمان بطولة جميلة صدفناها اللي هي بطولة المملكة للدبابات البحرية. توجنا فيها أبطال المملكة لعام 2019 بجميع فئاتها. طبعا الجولة الأولى من المسابقة هذه أو المنافسة كانت في الجبيل، والجولة الثانية والختامية كانت عندنا في المدينة الاقتصادية. وتعاوننا فيها مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص اللي ندعم التوجه للرياضات الواعدة، لأنه خلاص نبى نطلع من موضوع كرة القدم والآخر، لأنه الحمد لله في قاعدة جماهيرية كبيرة. نحن توجهنا نفس توجه هيئة الرياضة، إنه كيف نحن نقدر نعطي منصة ومرافق عالمية للرياضات الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، ونزيد من شهرتها ومن متابعينها. ما شاء الله، أنتم يبغى لكم حلقة خاصة نجيكم هناك في المدينة الاقتصادية مدينة الملك عبد الله، وبث مباشر للصباح السعودية من على البحر. صح، هذا المفروض. يعني على المناظر الحلوة هذه أنت هيفتنا أننا نزوركم يعني. بالعكس، تشرفونا وتنورونا، وبالعكس عندنا نحن يعني الحمد لله في كثير طلب عالي على التصوير سواء على إعلانات أو حلقات إلى آخره داخل المدينة الاقتصادية. ما شاء الله. جميل. وحابين نستضيفكم إن شاء الله في الله يوفقكم. إن شاء الله بإذن الله أكيد نتشرف في الحضور أستاذ أنس. بس قبل ما نختم معك، كلمنا عن استمرارية هذه الفعاليات، أي تاريخ راح تنتهي؟ فعاليات موسم عالم تركوازي راح تنتهي إن شاء الله في 31 أغسطس اللي هو نهاية الشهر، فنحن بنتكلم تقريبا عن آخر 5-6 أيام من الموسم. طبعا هل نهاية الموسم يعني انه ما عاد في عندنا انشطة اخرى؟ لا، بالعكس، نحن بين فترة ثانية عندنا الفترة القادمة باذن الله باكورة انشطة وفعاليات راح نعلم عنها عن طريق اكاونتات او حسابات التواصل الاجتماعي عندنا، تتضمن فعاليات ترفيهية، فعاليات امسيات فنية والى اخره، وان شاء الله الجميع راح يكون عارف بيها ويشاركنا ويشرفنا داخل المدينة الاقتصادية. الله يوفقكم أستاذ أنس نجمي، شكرا على هالمداخلة، وشكرا على تسويقك الجميل، وشكرا على جودة الحياة عندكم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. المدير التنفيذي لجودة الحياة كان معنا الأستاذ أنس نجمي عن فعاليات تركواز. يعطيك العافية، ما قصرت.